المغامرة المرة دي في زمن توت عنخ آمون. مش بالظبط كده، خلينا نقول إن المغامرة المرة دي هتبدأ في نهاية عصر الملك توت. ده كان راجل عنده كنوز كتير قوي، ده بيقولوا إنه الوحيد اللي لقوا مقبرته كاملة. إيه ده؟ أنا نسيت أسألك يا يحيى، أنت إزاي جبت معاك اللص ده تاني؟ لا، ده عم حسني طلع بريء، كنا ظلمينه ومش هو اللي سرق التمثال. مستحيل يا يحيى. ياسين وأنا طلعت براءة، وبعدين أنا لو حرامي مش كان زماني في السجن. صدقني ياسين، عم حسني بريء. عموما أنت المسؤول. خلينا في اللي شفناه، لو كان الملك توت مات يبقى مين دول؟ ده حور محب، القائد العسكري للملك توت، ودي عنخ آمون زوجة الملك الراحل. بس واضح ان في خلاف كبير. الملك توت كان واحد من ملوك الأسرة الـ18، وموته لخبط كل شيء. ليه؟ ايه اللي حصل؟ الملك توت تولى الحكم وهو عنده 11 سنة. اهتم باستقرار البلاد وجمالها لحد ما مات وهو عنده 20 سنة بدون وريث لحكمه. طيب وفي الحالة دي بيحصل ايه؟ هتشوف كل حاجة بنفسك. غمضوا عينيكم. انت ما بتنساش ابدا ياسينو. غمض بس.